الاحسان معناه الاتقان والاجاده ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه الى اخر الحديث والاحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كمرتبه من مراتب الايمان وهي المرتبه الثالثه وهي اخص المراتب الثلاث فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يعني فاعلم يقينا انه يراك اخذ العلماء من هذا ان الاحسان على مرتبتين مرتبه المشاهده وهي ان تعبد ان تعبد الله كانك تراه وهذه اعظم والمرتبه الثانيه مرتبه المراقبه وهي التي لا ينبغي ان يخلو منها المؤمن وهي ان تراقب الله عز وجل في جهرك وفي سرك في ذهابك وفي ايابك في علمك وفي عملك في ظاهرك وفي باطنك عند الناس وفي حال الوحده هذه مراقبه الله جل وعلا وهو من الايمان العظيم بالله جل وعلا ومن اعظم توحيد الله جل وعلا ولذلك الشخص الذي لا يراقب الله يقع في المعاصي انما رقيبه الناس وهذا ضعيف الدين وضعيف الايمان الذي يجعل الرقابه عليه رقابه الناس، رقابه السلطه، رقابه الوالدين، رقابه المدير، رقابه الزوج، رقابه الزوجه، رقابه كذا، رقابه اي رقيب إن كان. هذا ايمانه ضعيف بالله جل وعلا وعنده مرتبه الاحسان شبه المنعدمه. ولذلك يجب على المؤمن دائما ان يراعي هذه المرتبه الجليله التي ضعفت اليوم عند اكثر الناس وهي مرتبه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه ترى الله عز وجل بقلبك وباحاسيسك وتستشعر الله جل وعلا بقلبك واحاسيسك وتعبده وكانك تشاهده وبهذا ترتفع اعمالك وتكون اعمالك تبلغ المراتب العليا صلاتك تكون اعظم الصلاه وزكاتك اعظم الزكاه وحجك احسن الحج وصيامك احسن الصيام بسبب الاحسان باحد نوعيه والنوع الاول والمرتبه الاولى كما تقدم مرتبه المشاهده اقوى واجل من مرتبه المراقبه.